عزيزي المشاهد، اهلا بيك معانا في موسوعتنا الجماليه. النهارده احنا عايزين نكلمك عن حب الشباب. حب الشباب ده موضوع من المواضيع الهامه جدا اللي نسبه كبيره جدا مننا بتعاني منه. ممكن حب الشباب نعاني منه احنا وصغيرين، نلاقي طفل صغير لسه مولود وعنده حبوب تشبه حب الشباب، وممكن حب الشباب نلاقيه في الناس كبار السن، الست بعد سن معين بعد انتهاء فترة الطمس بنبص نلاقي ان حبوب الشباب تبتدي تظهر، وممكن نلاقي حب الشباب العادي اللي كلنا عارفينه في مرحلة البلوغ نبتدي نشوف اعراضه وعلاماته. ايه موضوع حب الشباب؟ زي ما انتم شايفين ان انا قلت حب الشباب بيحصل في اي سن، مش شرط انه يحصل في مرحلة البلوغ، لكن اكتر علامة واكبر مرحلة احنا بنشوفها والناس بتشتكي منها هي مرحلة البلوغ. صحيح ان مرحلة البلوغ الشباب اكثر عرضة للاصابة بحب الشباب من الفتيات، ولكن الفتيات دايما بيسرعوا ويطلبوا الاستشارة الطبية اكتر من الشباب. ايه اللي بيحصل؟ ايه العوامل اللي بتخلي هذه المرحلة تظهر في مرحلة البلوغ؟ صحيح ان ممكن تكون هناك مجموعة من العوامل الوراثية، نبص نلاقي عائلات حب الشباب فيها منتشر ومجتمع ومتجمع ومتحرك، العيلة دي فيها حب شباب صديتي، العيلة دي بيجي لها حب شباب في الظهر أكتر، وهكذا. في عامل تاني اللي هي بعض الأغذية الغنية بالمواد النشوية، شيكولاتات واللوز والفول السوداني والحاجات دي كلها تنشط مرحلة حب الشباب. لكن الأهم من كده التغيرات اللي بتحصل في الهرمونات. ما احنا طول عمرنا بناكل شوكولاتة، لكن الهرمونات في مرحلة البلوغ اللي بيحصل فيها تغير معين بتنشط الى حد كبير جدا الخلايا الدهنية اللي موجودة في اماكن محددة، قد تكون الوجه، قد تكون اعلى الصدر، قد تكون الكتفين، قد تكون اعلى الظهر. ده مش كده وبس، ده احنا ممكن نلاقي حب الشباب في اسفل الظهر وحتى في منطقة الاحتفاء، وده كله مرتبط بالتغيرات الموجودة في الهرمونات. ايه تاني؟ اهم حاجة بنلاقيها ان تغير الهرمونات بيخلي نوع معين من البكتيريا اللاهوائية تشتغل. طول ما انت قافل عليها ابتدت تشتغل، كيس دهني مقفول وبكتيريا جوه بتشتغل، تبدأ الحبوب تتكون. علشان كده عزيزي المشاهد اللي بيجي يلعب ويفتح هذا الكيس بصباعه من غير ما بيدرى بينقل هذه البكتيريا ويغرسها في اماكن تانية ويبتدي المأساة اللي احنا بنقول عليها حب الشباب. دي مجموعة عوامل داخلة ببعضها كلها مجتمعة بتساعد على تكوين وظهور هذه الحبوب. ممكن الجو يساعد على ظهور حبوب الشباب؟ درجة الحرارة العالية جدا مع درجة الرطوبة المرتفعة، الاثنين مجتمعين بيظهروا حبوب الشباب. عشان كده بنلاقي ان في اماكن معينة حب الشباب بيكون فيها منتشر جدا تتعلق بالطقس. ايا يكون السبب فتكون عندي حبوب الشباب. عايزك يا عزيزي المشاهد تقارن وتميز بين حاجتين في حبوب الشباب. حب الشباب في رؤوس بتتكون، في رؤوس بيضاء وفي رؤوس سوداء. الرؤوس البيضاء هي الرؤوس المقفولة، بمعنى ان الجلد سطحه أملس والرؤوس البيضاء من الداخل متكونة. ودي انا بحذرك منها عزيزي الشاب، عزيزات الشابة، عزيزات الام، انك تخلي طفلك يلعب في هذه البصور ذات الرؤوس البيضاء، لانه مجرد ما بيلعب بيقطع سطح الجلد بيفتح عشان يطلع هذا الرأس الابيض، وهذا الجرح اللي بيعمله لا ارادي ولا شعوري بيترك مكانه اثر وندبة وبقت مشكلة. طيب النوع الثاني من الحبوب اللي هو حبوب الشباب ذات الرؤوس السوداء، اهدي بقى الحبوب اللي فاتحة على الجلد البر، واللون الاسود ده من مادة الميلانين اللي اتحرقت في الجو وادتني اللون الاسود اللي هو الرؤوس السوداء. اهدي الحبوب اللي بطريقة طبية او باخرى بنحاول ان احنا نشيلها، لكن الحبوب ذات الرؤوس البيضاء ممنوع مطلقا ان انا اقرب ناحيتها. دي النوعين اللي بيتكونوا في الحبوب الشباب. الحقيقة حبوب الشباب زي ما احنا بنتكلم سبتها ما سبتهاش من سن 20 ل 30 هي في حبوب هايجة، بعد الثلاثين بتبدأ في الاختفاء وقد تعاول الظهور مرة أخرى. إنما إحنا بنقول إزاي إن إحنا نحمي جسمنا ونحمي نفسنا ونمنع تكوينها، ولو تكونت نحمي جسمنا منها.
في حاجات كده عامة أنا عايزك تعرفها عزيز المشاهد تتعلق بالنظافة العامة. أساسا لازم يكون النظافة، الاهتمام بالنظافة العامة، لازم تغسل وشك على أقل مرتين في اليوم. المادة اللي بتغسل بيها وشك الحقيقة أفضل في مرحلة الشباب ما يكونش الصابون العادي القلوي اللي موجود عندنا ده، لأن الصابون القلوي ده مش بيحمي الجلد زي ما استخدم صابون متعادل أو صابون حمضي وكلاهما طبي. الصابون المتعادل أو الصابون الحمضي بيحمي الجلد وبيحمي الإفرازات الدهنية اللي موجودة في الأشخاص اللي عندهم استعداد لتكوين حب الشباب. فإحنا دايما بنقول نستخدم أنواع من الصابون المتعادل أو الحمضي، ونبعد عن الصابون العادي القلوي أيا يكون اسمه وأيا يكون سعره، لأن إحنا يهمنا المادة الفعالة اللي بتحمي الجلد. الحاجة اللي بعد كده إن إحنا المفروض نهتم بنظافة شعرنا ونظافة أظافرنا، إن إحنا المفروض نبعد عن الانفعالات النفسية، إن إحنا المفروض ما نلعبش في حبوب الشباب ذات الرؤوس البيضاء، لأن دي ندي للجسم علاج معين ونستشير أقرب دكتور لينا هيقدر بعلاج معين هذه الحبوب زي ما تكونت تختفي. ما تخافش هتختفي وأكيد هتختفي، لكن إذا لعبت بيها أنت بتساعد على نشرها وبتساعد على تكوين حبوب وندبات، ودي تبقى بعد كده مشكلة من المشاكل. أيضا عزيز المشاهد، إذا كنا إحنا بنقول إن الشوكولاتة والفول السوداني وبعض الأغذية بتؤثر وتزيد وتهيج من إفرازات المادة الدهنية، فمعلش إحنا مش هنمنعك منها، بس بنقول لك هنقلل منها. وكل مريض بيرجع للدكتور بتاعه وبيقدر يعرف إيه اللي يقدر ياكله واللي ما يقدرش ياكله وما ياكلهوش، وفي نفس الوقت إيه الكمية المستحبة والمرغوبة فيها. يمكن لما بنيجي نتكلم على حبوب الشباب، أنا قبل ما أقول العلاج الطبي البحت عايز أقول إن في بعض الوصفات من النباتات والأعشاب اللي إحنا عايزينها واللي إحنا بنحبها اللي بتحمي وشنا من تكوين حبوب الشباب. بقسمهم لكذا مجموعة. في وصفات أساسا بتقاوم ظهور حب الشباب من الأول، ولو اتكونت بتحد من انتشاره، وحاجات خفيفة وفي متناول الإدنة. عصير النعناع، سيادتك لما تتخيل ان اوراق النعناع بتعصر وبيتكون العصير اللي بستخدمه في دهان الوش بتاعي ويكرر ذلك يوميا، دي تكفي انها تحمي الوجه من حبوب الشباب. حاجة تانية، مغلي البرقوق، سيادتك ثمرة البرقوق اغليها في مية الى ان تغلي، وبعد كده قوم بقطعها لغاية لما بتكون من مزيج حوالي 8 معالق. هذا المزيج بحط له معلقة من زيت اللوز، الخليط ده او العجينة اللي اقدر اكونها بعد كده اروح حاططها على الوجه مرة واحدة كل يوم، تحمي الجسم وتقي الجسم من الاصابة بحبوب الشباب. مش كده وبس، الاقحوان دي زهرة معروفة جدا، اوراقها كلها بيضة والمنتصف او المركز اصفر. لو جبت سيادتك انت هذه الاوراق وهرستها وبعد كده هي ومهروسة وضعتها على الوجه، تكفي انها تدي الوش نضارة. ودي كلها من الوصفات اللي احنا بنتكلم عليها اللي بتحافظ على نضارة الوجه وتمنع تكوين حبوب الشباب. لكن نفرض ان خلاص الحبوب ابتدت تتكون وبدأت الوش تتكون في مجموعات بثور حمراء، ايه الوصفات اللي ممكن تحمي الجسم من هذه البثور الحمراء؟ وصفات كتير قوي. خلاص اتكونت البثور الحمراء، ماشي، ابدأ بالكافور. احنا لو جبنا عصير اشجار الكافور ده، وهذا الكافور لو اخدناه واستخدمنا العصير بتاع اوراقه ودهنا بيه الوش في الاماكن الحمراء ذات البثور الحمراء، دي تكفي ان هي تجعل هذه البثور الحمراء تبدا في انها الالتهابات اللي فيها تقل وتبدا في الاختفاء. مش كده وبس، خشب الصندل، خشب الصندل ده من ضمن الحاجات، لو جبت مخلوط مكون من عصير خشب الصندل مع عصير الخيار المركز وخلطتهم مع بعض هيتكون هذا المزيج. لو خلطت بيه الوش البثور الحمراء هتبص هتلاقي بعد 3-4 مرات البثور الحمراء هتبدأ في الاختفاء. ممكن حاجة تانية، عجينة النشا معروف قوي قوي، لو خدنا كمية بسيطة من النشا العادية الموجودة عندنا في البيت ووضعناها على البثور كل مساء الحمراء، البثور الحمراء، هنبص نلاقي في خلال أسبوع بدأت هذه البثور الحمراء في الاختفاء. ده مش كده وبس، عصير النعناع اللي زي ما احنا قلنا عليه انه بيحمي الوش من حب الشباب، لكن ايضا لو مسيت عليه الاماكن الحمراء ممكن يساعد تماما
على انه يخفي هذه العلامات الحمراء. لفخة البصل ممكن اقشر مثلا بصلتين او ثلاث بصلات واغلي هذه البصلة الى مسافة كبيرة جدا، وبعد كده اخذ البصلة اسيبها تهدى وتدفى واضعها على شاش واحطها على الاماكن اللي فيه البصور الحمراء. لو كررت انا الحكاية دي مرتين على الاقل في اليوم لمدة 4-5 ايام هذه البصور الحمراء ستبدأ في الاختفاء. يبقى اتكلمنا عن مجموعة بتمنع تكوين حب الشباب، اتكلمنا عن مجموعة تانية بتمنع تكوين البصور الحمراء، في مجموعة تالتة بتعالج الرؤوس السوداء. اعمل ايه؟ تنظيف الوجه في حد ذاته بالماء والصابون الحمضي او المتعادل يكفي انه يخلي هذه الرؤوس السوداء تبدأ في الازالة في التشطيب بالنسبة للوش. لكن لنفرض ان هذا الكلام الحكاية اكبر شوية، في الحقيقة اقناع انا بعمله دايما وبحب انه يتعمل، ده بيتكون من ايه؟ ده بيتكون من 4 حبات لوز، ده المكونات بتاعة هذا القناع، مع معلقتين كبار من اللبن، مع معلقة كبيرة من عصير البرتقال، مع كبسولة فيتامين ألف. طيب احضر الطريقة ازاي؟ انا بجيب حبات اللوز الاربعة اللي انا قلت عليهم واحطهم في المية واطحنهم واضيف عليهم معلقة اللبن اللي اتفقنا عليها، معلقتين اللبن الكبار، وبعد كده هو بروح ضايف عليهم عصير البرتقال وافتح حباية فيتامين ألف واحط محتوياتها على المزيج واخلط هذا المزيج، وبتتكون عندي هذا المزيج اللي بحطه على البشرة. الحقيقة هذه القناع المنظف للوجه من اقوى الاقنعة اللي بتساعد الى حد كبير في ازالة الرؤوس السوداء. ده مش كده وبس، ده في قناع تاني عندنا من عسل النحل. اذا سيادتك قدرت تجيب طبقة خفيفة من عسل النحل وتحطها على الرؤوس السوداء لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، اغسل وشك بعد كده بمية فترة، هتلاقي هذه الحبوب تبدأ في الإزالة. ده مش كده وبس، ده انت كمان لو عرضت وجهك لحمام البخار الدافئ، هذا البخار في حد ذاته لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، ثم بعد ذلك قمت بغسل وشك وجهك بالصابون اللي متفقين عليه الحمضي او المتعادل، هتبص تلاقي الحبوب السوداء بدأت في النزول. عزيزي المشاهد، دي مجموعة من الوصفات اللي أنا قلتها علشان أحميك أنك تفكر تروح لدكتور. لكن لو أنت ما حافظتش على نظافتك، أو لو أنت ما كنتش من الناس اللي بتهتم بنظافة بشرتك، هتبص تلاقي نفسك بقيت تعادي بالأمراض وهتجن. هنوصف لك علاجات كتيرة قوي، هنقول لك استخدم مثلا هذا المضاد الحيوي الفلاني اللي هي بتكون اساسا مجموعه كبيره قوي من مجموعات التتراسايكلينز اللي هي بتستخدم في علاج البكتيريا اللاهوائيه الموجوده في داخل الجلد، او هنقول لك استخدم فيتامين الف اللي هو اساسا على هيئه لوسيون بيزيل الطبقه المصابه من حب الشباب الموجوده في داخل الوجه، او هنقول لك استخدم مجموعات من الخضروات الطازجه اللي بتحتوي على فيتامين الف المسؤول عن البشره، او الفاكهه المحتفظه على فيتامين ج المسؤول عن نظافه التغذيه الاوعيه الدمويه المغذيه للبشره. ايا يكون هذا السبب، ده بيكون الطريق الاسلم. ولكن انتبه يا عزيزي المشاهد، انت ممكن تكون من سوء تصرفك مع جلدك عملت لي بعض البقع الجلديه وعملت بعض الندبات وبعض الاثار، خلاص اتكونت والجلد متكون وفي تليفات في اماكن الندبات، احنا مش عاجزين في علاجها. احنا ممكن نعمل حاجة من حاجات كتيرة، احنا ممكن نعالج هذه الندبات بطريقة من كذا طريقة، اما ان احنا بنعمل عملية بسيطة جدا اللي هي بنسميها صنفرة للجلد، اللي هي اساسا بنقشر الطبقة المصابة من الجلد اللي هي اساسا اتكونت بيها حبوب شباب، وهذه العملية عملية الصنفرة دي عملية ممكن تعمل ببنج موضعي او بنج عمومي وما بتستغرقش اكتر من ربع ساعة، ومحتاجة لحساسية الدكتور اللي بيقوم بعملها. ممكن في طريق تاني ان خلاص في اماكن اتكون فيهم ندبات وبقت عنيفة، وعن طريق جراحات اللي هي شفط الدهون وحقن الدهون في الاماكن الموجود فيها الندبات نقدر نعالج هذه الندبات اللي اتكونت في حبوب الشباب. دي طريقة. وممكن عايز اقول لك عزيزي المشاهد ان يمكن الليزر، وده جهاز من الاجهزة اللي احنا بنحب نوريه لكم، هذا الجهاز ممكن بيميل معايا وبينزل معايا وبيقدر بيروح بالمكان، وعن طريق طريقة معينة بينتج أشعة. هذه الأشعة طبعا أشعة ضارة جدا، ولابد أن تركز بطريقة معينة على المكان المصاب اللي موجود فيه هذا الإصابة بحبوب الشباب،
وبيستمر فتره معينه بطريقه معينه وباسلوب طب معين. وطبعا الليزر معروف ان هو في هذه الحاله ملوش لون، هو واخد لون عشان المريض يعرف، الدكتور يعرف هو رايح في اي اتجاه وباي كميه. طبعا العلاج بالليزر ده من الحاجات القويه جدا اللي عملت ثوره كبيره جدا في علاج حبوب الشباب. لكن عزيزي المشاهد، احنا دايما بنقول لك حافظ على نظافه بشرتك، لان النظافه من الايمان. وإذا ما حافظتش هتجيلنا وهنعالجك بالأدوية زي ما شرحنا لك، وإذا ما اتعصتش وعملت شوية ندبات في وشك هتجيلنا هنعالجك يا بالليزر يا بالصنفرة يا بحقن الدهون. إنما في النهاية بنقول لك إن التجميل والعلم بيقول والطب بيقول إن حب الشباب ما بقاش مشكلة بالنسبة لنا على الأقل في موسعتنا الجمالية. شكرا عزيزي المشاهد وإلى اللقاء.